في الثانوي أنا كنت حقيقة شاطر جدا، وكان أتذكر كان في مدرس عندنا والله مدرس رياضيات كان يدي دروس خصوصية، كان يجي ياخذني أنا معاه في الدروس الخصوصية حتى إن أنا يعني أساعده. كنت أعشق اللي هي المعادلات، وكان أكثر شيء يكرهه الطلبة هي المعادلات، التفاضل والتكامل، الهندسة التحليلية، الأمور هذه في الدراسة الثانوية العامة. كان حلم عندي إنه أن إن إن أخترع شيء أو أعمل شيء. كنت طول الفترة، أنا مرة من المرات حركت البيت عندنا في وأخذت يعني، كان للأسف كان في وقت من أوقات زيارة الوالد، جيت بسوي اختراع، أخذت البطاريات وشلت منهم الكربون، أخذت النحاس اللي موجود جوا، كنت أبغى أعمل زي براد شاي كهربائي، فسويته أول مرة ونجح والماء يعني غلي، قلت أسويه بطريقة تانية أكبر، فلما جيت سويته بطريقة تانية أنا اتطرت على 6 متر وولعت النار ومسكت في الستاير وتولع البيت. بعدها طبعا هذه كانت نهاية الاختراعات في البيت.